ارتفاع القروض البنكية والاستثمارات في مجال الصناعة وعز المقاولات من أبرز اهتمامات الصحف الاقتصادية لهذا الأسبوع. وهكذا أفادت صحيفة فاينانس نيوز إبدو أنه في خضم التعافي الاقتصادي ارتفعت معدلات القروض البنكية في المغرب. وأبرز كاتب المقال أن المقترضين وخاصة الأفراد الذين اعتادوا على انخفاض أسعار الفائدة بشكل مستمر وجدوا أنفسهم أمام أداء قروضهم بكلفة أعلى للربع الثاني على التوالي. واهتمت الصحيفة ذاتها أيضا باستثمارات الشركات الصناعية، مبرزة أنه في نتائج النشرة الفصلية للاستقصاء حول الظرفية المتعلق بالفصل الأول من 2021 لبنك المغرب، أظهرت أن مناخ الأعمال العام في الصناعة كان طبيعيا بحسب 51% من الشركات وغير موات حسب 43% منها. وتحت عنوان عز المقاولات ارتفاع بنسبة 15% في نهاية مارس، كتبت لافي إيكو أن العودة إلى الحياة الطبيعية أو على الأقل استئناف بعض الأنشطة كشف عن واقع عجز الشركات. وفي موضوع آخر أفادت صحيفة تشالنج أن إعفاء بعض الأدوية والخدمات الطبية وجزء كبير من المعدات الطبية لم يفتأ يتعزز منذ إقرار الضريبة على القيمة المضافة في المغرب في عام 1985 لتحل محل الضريبة على البضائع والضريبة على الخدمات.